مرحبا سي معاك جلال الفرجاني حقائق اونلاين كرئيس جد عم للنادي السفيرتي شنو هي الاضافه باش يضيفها سي بسام للنادي السفيرتي شو من القرارات والاضافه قرارات سهل وتوحيد الصفوف اولا توسيع قاعده الدعم للنادي السفيرتي ما يكونش مركزه على ثلاثه او اربعه خمسه اشخاص فقط هذا لازم نلقاو اليات وهيك اللي تجميع الدعم المادي للنادي السفيرتي في اوسع قاعده ممكنه اللي حبينا نادي السفيرتي واهم حاجه بالنسبه لي انا توحيد الصفوف وعلاقه سي بسام مع سي عبد اللطيف عبد الله يظهر لي قبولي للمنصب هذايا تحت رئاسه السيد لطفي عبد الناظر دلاله على انه الاجواء طيبه وفما تفاهم كبير بينه وبينه اللي يخليني ممكن نعطي اضافه كبيره للنادي في الفتره الجايه ان شاء الله. شكرا.